صدور الفراخ بجيبها ونبدأ ان احنا نشتغل بيها. هنجيب عندنا، انا جايب 4 صدور فراخ هنبدأ نشتغل بيهم الطبق بتاعنا النهارده. وبعد كده عندنا في ليهم تتبيله، هنتبلهم وهنشوحهم عندي على النار، وبعد كده هنبدأ نعمل لهم صوص حلو جدا وهنقدمهم مع البطاطس ان شاء الله. طيب هحط هنا ميه سخنه في الحله عشان هنبدا نشتغل في البطاطس ونشتغل برضو في الفراخ. يلا ناخد اول حاجه الفراخ كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنتش انا شايل الموزه بتاعتها. واخد الصدر الواحد كده اهوت، ناخده كام على 2. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تعالوا بقى نعمل لها تتبيله. التتبيله بتاعتها عباره عن ايه؟ ميه بصل، ده فلفل حامي ده اختياري اللي هو التشيلي فلاكس ده، ممكن ممكن نحطه ممكن ما نحطوش براحتك، بس انا بحط منه شويه صغيرين كده بصراحه بيعمل طعم حلو قوي. نحطه برده في التتبيله. هفرمه فرم ناعم. نحط عرميه البصل هنا. فلفل اسمر. الملح ماشي. بعد كده بقوم واخد عندي شويه من البهارات الفراخ. هجيب عندي مضرب كده اهوت ونقلب الكلام ده كله مع بعضه. دي بالنسبه للتتبيله بتاعت الفراخ او صدور الفراخ اللي عندنا. يلا بينا هوب. ونسيبها بقى ايه 2 ساعة كده ولا حاجه في التلاجه لحد ما تبدا اللي هي تتشرب معايا التتبيله بتاعتنا كويس جدا. طيب حط دي كده. بس عايز اعمل حاجه في البطاطس، البطاطس زي ما هي بالقشر بتاعتها بس تكون مغسوله كويس جدا 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 ماشي كده. حلو كده اهي بالقشر بتاعتها كده ماشي. ناخد كل واحده على 2 كده، يعني الواحده البطاطسايه على 8، دي على 2 ودي على 2 عشان هنسلقها وبعد كده هننزلها الزيت السخن فهتطلع مقرمشه حلوه قوي، وننفع تخزنها كمان بعد ما تنزليها ميه السلق. ملح حطها هنا على الميه. وبعد كده نقوم منزلين عندنا البطاطس، ينفع نخزنها بعد ما تتحط في الميه السخنه، هتاخد بالظبط 3 دقايق وبعد كده نقوم مطلعينها على طول ونسيبها تبرد وسالنا ونديها كده ميه ساقعه كده بعد ما تطلع، وبعد كده ننزلها في الزيت تطلع قرمشه مفيش بعد كده. تمام. طيب تعالوا نشوف عندنا هنعمل ايه دلوقتي. تعالوا نشوح عندنا الفراخ. مكعبات زبده. يلا اهو
نحط بقى صدور الفراخ ونبدا ان احنا واحده واحده بنحطها عندنا في الطاسه بتاعتنا. صوص كيتشن اوبن جميله استخدمتها من الطقم اللي هي الجريل ديت اللي هنبدا نشوح فيها الفراخ على مرحلتين اتنين ماشي لحد ما تبدا اللي هي تتشمع بس لانها لسه تخش جوه الصوص اللي احنا نبدا نشتغل. ادي صدور الفراخ نشوحها نقوم حاطينها بالشكل اللي انتم شايفينه ده هنا كده اهو ماشي. بعد كده بقوم جايب عندي ميه سخنه ومكعب مرق اهو. حط شويه ميه سخنه هنا كوبايه كده نفس نتيجه التسويه ونقوم حاطين فيها مكعب مرق كده حلو اقلب. وبعد كده نقوم نازلين هنا على ناتج التسوية اللي طالع من الفراخ ده وهذا هيطلع تمام ان شاء الله. اهم حاجة بس انت حط بس الحاجة وتسيبها تغلي شوية عشان الناتج التسوية اللي طالع يتفاعل كويس جدا مع الشوربة اللي انت حطيتها او لو عندك اي شوربة على فكرة ومناسبة يعني. طيب بجيب بقى بعد كده عندي شوية بقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انا هشتغل. احط عندي الكريمه. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه بقدونس. حلو الكلام. اهو. بقدونس يخلوا الطعم في حته حلوه قوي يعني هتشوف الصوص دلوقتي هيبقى عامل ازاي. والله لقيناه تقيل احنا ممكن نعمل حاجه كويسه جدا ان انا اجيب شويه ميه. اسف شوية زيت ممكن نعمل ايه بقى نجيبها نعملها. ايوه هنا بسم الله الرحمن الرحيم. نص معلقة زيت كده بسيطة. اخد عندي طرف معلقة كده من الدقيق رو بس كده اقوم اقلب. ماشي حاجة بسيطة جدا بس يا حمدي كده زيت مع ايه ربع معلقة زيت كده مع شوية دقيق صغيرين نقوم حاطينهم هنا يعملوا بس عرق ليا للصوص ده بس ونشيلها دلوقتي. وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى واخدين يا باشا البشوات الحلوين دول ومنزلينهم جوه الصوص ده. هدي بقى عليها النار خالص لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. ونهدي النار هنا. تعالوا بقى نشوف ايه البطاطس هنطلعها دلوقتي. يلا وسلام. بقول لك لو حطيتيها في ميه تكون في ميه ساقعه تكون احلى بكتير يعني. بلاش اكتر من كده فاهم عشان ما تتهريش منك. بالظبط كده انا 7 دقايق خدت 7 دقايق كده بالظبط في ميه سخنه اطلعها اهيت. تقدري تحطيها في ميه ساقعه وتطلعيها وتخزنيها في الفريزر ماشي. ميه بتلج لو في فنقدر احنا نعمل الحركه دي. احنا نحطها في ميه ساقعه بعد ما بتطلع ونخزنها في الفريزر في اكياس مخصصه لحفظ الطعام. هوب يا باشا ونسيبها في الفريزر وقت ما نطلعها نطلعها ونبدا اللي احنا نعمل فيها ايه نحمرها في الزيت تطلع حلوه جدا. بص بقى العرق بتاع الصوص ضربت ازاي. الله على الكلام. الله بص ضربت الربطه التمام. هنسيبها بقى لحد ما تبدا اللي هي على نار هاديه لحد ما تظبط معانا. طيب نخش بقى على الخبز اللي انا هقدمه مع الفراخ ديت. خبز هناخد مقاديره. يلا الخبز ده يعجبكم جدا. خلينا نشوف مقاديره عباره عن ايه. العجان موجود. انا حاطط بس معلقه صغيره من الخميره. سكر معلقه صغيره. بيكنج باودر نص معلقه صغيره. وعندي معلقه صغيره سكر. والخميره اهيت خميره فوريه نص معلقه صغيره. وعندنا اللبن طبعا مش هنحتاجه ده كله ممكن نحتاج منه شويه يعني نص الكميه دي على حسب اللي احنا هنحتاجه فاهمة ازاي. طيب
يلا بينا. ميه بترجع على طول يعني. مقادير كلها على بعضها، هي الدقيق، البيكنج باودر قدام حضرتك، حلو، سكر، خميره، ونبدا ايه نعجن كل ده مع بعضه لحد ما تبدا اللي هي المكونات دي كلها تخش جوا بعضها، وبعد كده بننزل عندنا باللبن او بنعجن عجينه عاديه جدا يعني. ده المنفخ اللي احنا هنبدا نشتغل بيه يعني. بعد ما هي بتبدا تظبط كده وتلم معايا وخدت الميه بتاعتك تمام، بنبدا نعلي عندنا العجان بتاعنا قدام حضراتكم لحد ما تبدا اللي هي تخدم معايا كويس جدا. ابدا ان انا اكورها كويرات زي دي تمام كده. يا عم حمدي اهي الخميره فيها قليله، ها لا فيها كده، ممكن احط شويه دقيق صغيرين مش كتير. ماشي، نبدا نشتغل بيها كده. بعد كده بنبدا نعمل ايه، انا ممكن اغسل العجين ده خلاص. هي العجينه كده بقت تمام، بسم الله الرحمن الرحيم عشان لسه ما بتشتغل اهو. هنبدا بص نقوم مطبقينها كده حمدي اهو، سيب حته صغيره للمنفاخ ونبدا نقلبها كده. هي محتاجة تانية بصراحة ان اهو ماشي. بص بقى تشيل على طول كده اهو وتقوم قافل القفلة دي، بس مش احلى من كده. هما حتى جايبين والله المنتخب بضحك عليا علشان انا صغير، انا بكتب جايبين منتخب كبير بس ده صغير جميل قوي وشيك جدا. ماشي كده خلاص كده نقوم شايلين الباشا ديت ورايحين فين؟ عندي على الزيت. انا عايز طاسه هجيبها لك يا حمدي من حاله الكيتش نوفا، ده الطقم كله الخاص عندنا اهوت بالكيتش نوفا، حاله الجرانيت الجميله والشيك ديت. انا هجيب الطاسه دي هنشتغل فيها يا حمدي دي بالايدين الجديده ديت، تقفيله المحترمه ديت اللي هي ما فيش اي حاجه بتسمع هنا في الحراره خالص. ادينا حتى تلاقي عمليه كده ما شاء الله، والطاسه تقيله محمله ما شاء الله يعني. تعالى ناخد دي الطاسه ديت ونشتغل بيها هنا. حط الزيت ممكن نحط البطاطس هنا على بص يا حمدي اهو بسم الله هوب اهو. نقوم منزلين عندنا الزيت، هو الزيت طبعا كان شغال هيشتغل دلوقتي اهو شايفين، يبدا يشتغل معايا ونبدا ان احنا نحط الزيت عليها. حلو جدا. بص الشباب هنا حمدي جاب لنا ميه بتلج اهو، طالع البطاطس على طول، فدي تخليها تقرمشها اكتر واكتر. بص يا باشا بقى اوبا ايه الزيت يا باشا على الايه ينفخ اكتر. الصلاه على النبي. اهو تعالوا نعمل تاني اهو، نسيبها لحد ما يشد شويه وبعد كده تعالوا نعمل واحده تانيه. بص يا استاذ اهو كده شويه دي صغيرين هقلبه دلوقتي، هو يتقلب ممكن يتقلب على النار عادي جدا مفيش اي مشكله فيه خالص، بس احنا مش هننفخه النفخه هي مش هنديله نفخه جامده يعني، عشان لو تلاحظ ما بحبش ازود دقيق.
انا مش بزود دقيق فيه كده، واسيب حته صغيره من هنا يا حمدي ما اجيش ناحيتها. اقفل كويس جدا. وكده وكده. ونفخ كده اهوت في النص. يلا. اديها. الله الله الله. اهو بنقوم شايلين دي كده على طول، نقوم قافلين من هنا. ونقوم شايلينها بسم الله. ورايحين هنا على الباشا ده، بص دي هنا بقت عامله ازاي؟ عشان احنا هنا ادينا لها كتير قوي نفخه كتير. انا ديت مش عشان ما تش عايزه تهبط بقى. اهو نديها بقى ايه؟ زيت سخن عشان تتحمر من فوق وتاخد اللون الذهبي. الله عليك. مزيكا احلى بكتير جدا من انك تفرديها وتحطيها، صدقيني. المنفاخ بيعمل عامل كده حلو كده، اللي هو مش بيخليها لك لقمه طبيعيه منفوخه، لا هو هو طبيعي لما تيجي تحط العيش اصلا المفروض اللي هو ينفخ كده، بس المنفاخ بقى بص بيساعد على ايه؟ تطلع عامله ازاي؟ صدقيني بقى عمرها ما تهبط منك. بص دي يا حمدي طالعه بقى لها قد ايه؟ بص ما شاء الله. والله ده شغل عالي قوي، ده ينفع على فكره. انا بفضل الله ساعات بنعمل حاجات والله بنلاقيها موجوده في المطاعم تاني يوم، ودي حاجه بتبسطني جدا. بياخدوها ويشتغلوا بيها، ودي حاجه حلوه بالنسبه لي يعني، ما بتضايقش والله. بس والله كل الحاجات دي بتبقى من افكار انا ببقى بطلعها، بحاول ان انا بجتهد نبقى قاعدين بالليل ونقعد نفكر ازاي نطلع لكم حاجه او فكره جديده في البرنامج. فالحمد لله رب العالمين، ده التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. دي ممكن تتفتح وتحط فيها سلطات كمان، يعني ممكن دي افتحها واحط فيها سلطات، ممكن ان انا اقدمها كده مع الحاجه. واحلى من الخبز، خلي بالك الخبز البوري بيتفرد ويتحط زي العيش، بس عمره ما بيتنفخ النفخه دي، فاهم ازاي؟ لكن ده هيطلع مظبوط جدا معاك. هنفرد واحده كمان. انا سايب البطاطس هنا دلوقتي مع العجينه اهي. بص يا حمدي تاني نعملها تاني، شويه دقيق اهم صغيرين. منفخ بيجي من اي مكان اهوت، من اي مكتبه يعني، منفخ عادي ده رخيص جدا يعني. هنا بقوم فارد العيش، ما بفردش قوي، خلي بالك ما بفردش قوي، ما بخليش اللقمه رفيعه، بس اقوم قلبه الناحيه التانيه كده. بعد كده اقوم مطبق الاتنين دول على بعض كده، اقوم قلبه كده والاتنين دول بلحمهم في بعض كده، ماشي الكلام كده كده اهو. وبعد كده بنقوم جايبين الفخ كده حاطينه في الحته اللي هنا ديت، بسم الله. نقوم شايلين ونقوم قافلين، ماشي بالراحه خالص كده. نقوم شايلينه بالراحه اهو، بعد كده نقوم حاطينه في الزيت هنا. نديها بقى على طول ايه؟ من فوق الزيت السخن من هنا من فوق اهو، عشان ينشف من فوق ويرفع كمان اكتر. بص بص بينتفخ ازاي اهو. دوش كده اهوت لحد ما يبدا اللي خلاص، اصلا هي الطبقه بتاعته بيتحمر ليه على طول؟ زيت سخن اصلا، وفي نفس الوقت اصلا مجرد ما بتنشف معاه بقوم شايلها، والطبقه رفيعه جدا، فبالتالي لما بتيجي تحط عليها زيت سخن تطلع اللون الذهبي ده. حاجه هبته بتاع حمدي، بص على اللي قبل منه اللي طلع، بص عامل ازاي، ولا اي حاجه هبته خالص معاه. نطلع كده اهوت ونقوم حاطينه هنا، ما شاء الله ما شاء الله يعني اهو، يفضل معاك زي ما هو كده، تطلعيه وناكله بالهنا والشفا. قدمه جنب الفراخ اللي احنا عملناها ديت والبطاطس. نجيب بس المصفى
هنيك مع حمدي ثانية واحدة معلش. بطاطس يا عم حمدي دي بقى زي ما هي كده بقى خلاص. بص انا حاطاها في ميه بتلج، طلعيها حطيها في ال حطيها في كيس وحطها في الفريزر زي ما هي بقى كده بقى. بص عامله ازاي، ماسكه نفسها وزي الفل تمام. اقوم منزلها فين بقى، واخدها كده على طول اول ما طلعها من الفريزر او دلوقتي نقوم واخدينها ونقوم حاطينها بزيت سخن. اوعى وشك اوعى وشك. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد اللون الذهبي ونطلع على طول وبالهنا والشفا لحد ما تاخد اللون الذهبي. فالاكله كامله متكامله، فراخ بصوص حكايه. بص اصلا المنظر بقى، معلقه الدقيق اللي انا حاطها بص عامله تروعه عامل ازاي يا حمدي اهو. فراخ عندي استوت، فراخ عندي استوت اهيت اهو مع العيش الجميل اللي احنا عملناه، فكله تحت السيطرة. والبطاطس هتخش على طول في اللون الذهبي، نطلعها وناكلها وبالهنا والشفا. بص بقى القرمشة طالعة من ازاي يا حمدي، سامع الصوت؟ هو ده عشان السلقة اتسلقت الأول وبعد كده نزلت إيه؟ نزلت زيت سخن، فبتطلع القرمشة بتطلع القرمشة فيها حلوة قوي أهو. شويات كده بسيطة جدا جدا من البهارات من فوق كده عليها قبل ايه، قبل ما تنشف. ونقوم شايلين الباشا ده كده ونقوم رايحين فين عندي هنا ونقدمها بالهنا والشفا.